أهم الإسعافات الأولية في حال تعرضنا لعضات من الحيوانات مثل الكلاب أو القطط؟ وهل يجب فعلاً اللجوء إلى فرق الطوارئ أو طلب المساعدة الطبية؟ راح تجيبنا عن هذه الأسئلة الدكتورة اللي انضمت لنا اليوم، الدكتورة ياسمين ذراتكا، طبيبة البيطرية. مرحبا دكتورة ياسمين. مرحبا، كيف حالك؟ يعطيك العافية دكتورة. يعافي عمرك دكتورة. خلينا نتحدث عن عضات الكلاب والقطط. في حال تعرضنا لهذه العضات، هل يجب فعلاً عمل إسعافات أولية ولا ممكن التعامل معها حسب درجة خطورتها؟ تمام. هلا أول إشي إحنا أول سؤال بدنا نجاوبه هو الكلب أو البسة اللي عضتني هي بسة شارع، هو كلب شارع ولا هو البسة تبعتي أو الكلب تبعي؟ هلا إذا كان الكلب تبعي أو البسة تبعتي فأنا يعني بتعامل مع العضة بناء على إنها جرح، تمام، وحسب خطورة الموضوع أنا بتصرف معه. هلا إذا كان كلب شارع بيفرق الموضوع شوي بناء على هل انا استفزيته وهو اجى عضني، بكون يعني خايفه بس مش كتير. واذا كان هو اجى هجم علي اوت اوف نوير يعني بدون اي سبب، انا ما قربت عليه ولا لحقته ولا كان عنده بيبيز وانا هربت هجمت عليهم، هاي الشغلات كلياتها بتفرق. هلا اذا كان الكلب كلب شارع انا ما عندي اي فكره عن الهيستوري تبعه، يعني انا ما بعرف تاريخه المرضي، ما عندي اي فكره عنه، واجى عضني، اول شيء ايش بعمله؟ اول شيء ان انا لازم اعقم الجرح، بغسل ايدي بالماء والصابون، بغسل مكان الجرح بالماء والصابون كثير كثير منيح. بعدين لازم اتوجه على اقرب مركز صحي او مستشفى موجود. تلقائيا اذا عض من كلب تحديدا بيقول لك ممكن يصيبني مرض سعار واصير مثل الكلاب. ايوه، هل المعلومه صحيحه؟ هلا يعني مش صحيحه بس مش خاطئه بنفس الوقت. كيف يعني؟ هلا شو هو مرض السعار؟ مرض السعار هو فيروس بصيب الثدييات بشكل عام، مش بس بصيب الكلاب، بس احنا يعني عندنا فكره خاطئه انه هو بس الكلب اللي بينقله، هو ممكن ينتقل عن طريق اي شيء ثاني، كلهم بصير عندهم نفس الاعراض، تمام. هو بيعمل شلل بالاعصاب، عنده عده اعراض، نهايتها بالوفاه، نهايتها الموت. ما في يعني مجرد ما طلعت الاعراض بغض النظر من المصاب هو حيوان ام انسان رح يموت، خلص خلصنا. عشان هيك احنا بناخذ مطاعيم، عشان هيك بنعطي الكلاب مطاعيم، بنعطي البسس مطاعيم، عشان هيك احنا بنحاول انه احنا نعطي وقايه لانه ما في علاج. واحنا اذا تعرضنا للعضه الطبيب رح يعطينا مطعوم؟ اذا تعرضنا إذا كانت للعضه من كلب شارع او قط شارع، احنا اذا تعرضنا للعضه هلا انت متوجه على اي مركز طبي دايركت، هم بيعقموا لك الجرح بعدين بيعطوك ابره فيها مضادات. شو يعني مضادات؟ يعني انتي بوديز، الاشياء اللي ممكن يفرزها جسمي لو الفيروس دخل عليه. طيب اذا انا ما اخذ الابره، اذا انت ما اخذ المطعوم، هلا هو المطعوم ما بيشتغل لونج تيرم، ما في شيء ابره مدى الحياه، هو المطعوم يعني احنا مثلا كاطباء بيطريين بناخذ الابره بضلها شغاله سنتين، تمام. بس احنا من باب الاحتياط اذا عضينا من كلب شارع او كلب ضال برضه حتى لو انت ماخذ المطعوم الافضل انك انت تتوجه عشان تاخذ ابره مضادات. طيب دكتوره اذا كانت العضه شديده وادت الى حدوث نزيف، كيف نتعامل مع هذا النزيف؟ هلا اول شيء احنا لازم نعمله ان احنا نوقف النزيف، يعني احنا نعمل كنترول على الموضوع. كيف يعني؟ يعني احنا بنربط مكان العضه، اذا مثلا بالايد نرفع الايد لفوق، نخلي البني ادم يهدى لانه كل ما ارتفع ضغط الدم رح يزيد ضغط الدم، فبالنهايه رح يخسر دم اكثر، تمام. بنوقفه بنربطه باي شيء، اي شيء متواجد عندنا، شال احرام، اي شيء ممكن احنا نلاقيه، اي قطعه قماش متوفره. ايوه بالضبط، يعني احنا نحاول ننظف الموضوع بناء على انه هي العضه كثير كثير سيئه، ففي كثير نزيف احنا بنكون. طيب نغسل الجرح مدة طويله؟ يفضل نغسل الجرح بمي وصابون. تقريبا المده كم؟ نفس الغسيل العادي ولا نخليها نفس غسيل عادي، بس الفكره انه يكون في كثير مي عشان تطلع اي شيء يعني ممكن يكون دخل قوي يكون. ايوه عشان تطلع اي شيء ممكن يكون دخل على الجرح. بعدين بنلفها بنسكرها وبنتوجه دايركت على دكتور عشان نشوف مثلا بدها قطب، بدها تعقيم، اكيد في كثير شغلات، بده كورس انتي بايوتكس، بده ياخذ مضادات حيويه، بده ياخذ كثير شغلات. وكذلك الامر ينطبق على عضات القطط. هلا القطط ممكن برضه تنصاب بالفيروس زي ما حكينا بنسبه اقل، واحنا اصلا بشكل عام يعني ما بنخاف اصلا من البسس، بتعرفي احنا عندنا القيل والقال اكثر شيء بيتحكم في الموضوع، بس هو بنصابوا زيهم زي الكلاب وعلهم نفس الخطوره، يعني بغض النظر شو الشيء اللي نعضيه منه هو ممكن ينقل لنا الفيروس. تمام دكتورة، كل الشكر لك ويعطيك ألف عافية. يعافي عمرك يا رب.